محامين مقدمين للقضايا هنا في القاهرة وآخرين في قضايا في الخارج، وتم ضبط عدد منهم، تم ضبط أكبر تاجر مخدرات للمخدر الهيروين بالنسبة لمنطقة سيناء على العموم مثلا، وحاليا بين يدي العدالة. فده احنا بنقول ان احنا ما بنسيبش قضية، والقضايا دي ما زالت متداولة بيننا وبين الخارج، ما زالت متداولة. اما بالنسبة لقضايا غسل الاموال فاحنا تعرضنا عليها، وقلنا احنا ضبطنا عدد كبير بما يزيد على 700 مليون. يعني استاذن حضراتكم بس في عجالة واحدة او كده ونخلص. اتفضل. احنا بدأنا الصف الاول وخلصناه. اتفضل. ان شاء الله طبعا هيتم بالتوازي مع تكثيف جهود الاداره وجهود الاجهزه المعنيه الاخرى بوزاره الداخليه اللي هي بتعاوننا، وهي بتقوم برضو بدور فاعل واساسي وهام لا يقل عن دور الاداره، سواء اذا كان الامن العام او المباحث او الامن المركزي اللي بيشاركنا، او سلاح كلاب الحراسه او باكاديميه الشرطه، كل ده او القوات المسلحه، فكله بالتوازي والتعاون بيتم بعمل حملات مشتركه باذن الله.